بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين نظمنا هاليوم المفتوح لذوي الاحتياجات الخاصة. في هذا اليوم هو يوم احتفالي باش يتضمن عيادات خاصة، دونك فما اختصاصات متعدده باش يتعداو بيهم المرضى، من طب الاطفال، طب الاسنان، طب جراحه العظام، طب النساء، باش نحاولوا نتقصوا على مرض سرطان الثدي عند المراه اللي عندها اعاقه، وعند الأمات اللي يتلهوا بصغارهم اللي عندهم إعاقات وينسوا رواحهم. طب الأسنان دونك كيف كيف الإعاقة عادة ما نهتموش بحالة الأسنان متاعنا، دونك نشوفوا شي تعدوا بعيادات طب الأسنان. وعنا الطب النفسي، طب الأطفال، دونك فما طب الجيني، فما أخصائيين شبه طبي، منهم عندنا الاهتمام بأمراض الساقين دونك الليبودولوج، اختصاص تقويم النطق، عندنا دي فيزيوثيرابيوت، أخصائي علاج طبيعي، دونك مجموعة من التلاميذ اللي باش يقوموا بتأثير المرضى، باش يوريوهم على عين المكان تمارين نجموا يقوموا بهم في المنزل متاعهم في نطاق الأمراض اللي تأثر على العضلات وعلى المفاصل. دونك هاليوم هذايا باش يشمل نشاط ثقافي مهم، نحبوه يوم احتفالي بالصغيرات وحتى الكبار، باش يكون فما مجال ثقافي فيها مسرح سان دو تياتر، فما باش تتقدم من دار الشباب مساكن، عندنا زادة اتولي متاع رسم وبانتور، زادة كيف كيف مشكورة دار الثقافة دار الشباب بمساكن باش تقوم بهالأعمال هذه. عندنا الاسوسياسيون اوتيم تاع المعاقين ذهنيا بفرع سوسة، باش تكون فما عرض منتوجات مصنوعة في الاسوسياسيون باش نقومو نحاولو نقومو ببيعها. دونك هو مع هذا فما تنشيط للصغيرات واحتفالات ان شاء الله، دونك باش يكون يوم صحي بامتياز. نظمنا هذا اليوم بمناسبة احتفال الجمعية التونسية للطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي باليوم العالمي للإعاقة لذوي الإعاقة واليوم العالمي لحقوق الإنسان. نظمنا هذا اليوم قسم الطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي تحت إشراف رئيس القسم الدكتورة سونيا جمني، وبمعية كلية الطب تحت إشراف العميد الكلية الأستاذ الهادي خيري. هذا اليوم كان يوم صحي مفتوح لذوي الاحتياجات الخاصة اللي تقدمت فيه عديد من الخدمات الصحية، عيادات متعددة الاختصاصات، كل من يهم الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة من طب فيزيائي لطب جراحة العظام، وصلنا حتى للتقصي مرضى سرطان عند ذوي الاحتياجات الخاصة، عند أولياء الصغيرات اللي عندهم وليداتهم ذوي احتياجات خاصة، كيف كيف عملنا تقصي الدم والسكر، كانت فما ورشات تعليمية للتأهيل الذاتي، كان فما برنامج اجتماعي ترفيهي فيه ثري، كان موجود عرض أزياء للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم بمركز رعاية الطفل أتيم، كان فما أنيماسيون وتقديم أكلات شهية مقدمة بيويو، كان فما عروض مسرحية، كان التيم متاعهم هو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفاش الإنسان اللي عنده احتياجات خاصة كيفاش ينجم يتغلب على الإعاقة متاعه ويحقق أهداف. كان فما أطفال وفواغ ما عندها معرض دي زارتيكل دو كرياسيون اللي خدموهم أطفال أتيم، وكان فما برشا حاضرين منهم وحكاونا على كيفاش الباركور متاعهم، كيفاش تعلموا، كيفاش يوصلوا يقدموا في المعارض ويبيعوا لي برودوي متاعهم. حاجة ياسر تفرح، حاجة ياسر تعطي دي زون بوزيتيف للصغيرات والشريحة هذه من المجتمع. وكان والحاجة اللي باهية برشا انه كان فما ورشة رسم اللي صار فيها ادماج صغيرات من ذوي الاحتياجات الخاصة وصغيرات من كلوبات متاع رسم،
وعاونوا بعضهم ورسموا تابلو ياسر حلو كيف كيف. حتى عرض الازياء راهو كان فيه صغيرات من جاونا حاضرين معنا ما يدخلوا في التعلم غبي دماغ مع الصغيرات هذوكم تاع ذوي الاحتياجات الخاصه، وكان مدمج، كان عرض ازياء مدمج بين جميع شرائح المجتمع. وكان زاد فما حاجه باهيه برشا، كان فما غنيه على فلسطين وعلى الوضع في فلسطين اللي نتمنى لهم يا ربي يحررهم ونصر قريب ان شاء الله لاهل فلسطين واهلنا في غزه. كشرف كبير اليوم باش نحضروا في التظاهر هذه المخصصه للاحاطه بالاشخاص حاملي الاعاقه وكل ما هو معناها في الليتات تاع البريكاريتي. هو مشروع الحقيقه قامت به بالانجاز من مستشفى فرح العشاد من اداره من سيرفيس مصلحه الطب الميديسين فيزيك وبالتعاون مع كليه الطب بسوسة. نحن هنا مسرورين بتواجدنا في رحاب كليه الطب بحضور معناها كثيف من اجل معناها فما وجود معناها اطباء ذوي اختصاص من عده اختصاصات معناها في بالتعاون مع كليه الطب، وقاموا بعده دي كونسلتاسيون لفائده حاملي الاعاقه كيسوا الاعاقه العدويه ولا الذهنيه ولا ديفيكولتي دي بارول والا معناها اشخاص معناها عندهم اي اعاقه معناها بصريه ولا ذوما كل كي معناها وقع لاحاطه بهم ومكناهم من دي سيونس دي كونسلتاسيون مع اطباء ذوي الاختصاص. والحقيقه معناها كان يوم رائع بحضور معناها عده معناها تشوف معناها حتى فيه كل يونانيماشون معناها الصغيرات معناها هذوما حاملي الاعاقه جاوا هنا فما صوت دانيماشون ديفيلي دي مود كيما شفتوا هنا معناها للاشخاص هذوما معناها كان حضور رائع بالتعاون مع اليتيم وكل شيء مع اشخاص معناها هذوما. لكن هذا معناها يكون كان شرف كبير للجامعه معناها هذه من المسؤوليه انطلاق من المسؤوليه الاجتماعيه نتاع كليه الطب معناها بسوسة والاسم المسؤوليه الاجتماعيه لجامعه سوسة. الحقيقه ما احنا شعار رفعناه وجسموه على امر الواقع وبحضور معناها يوم كي من هذا معناها الحقيقه ما يكون يشرف كان الجهه نتاعنا ومعناها يمكننا من الاحاطه بالاشخاص هذوما نحسوهم انهما ذا قيمه وذا جوده عاليه. تشوف معناها فما معناها عده معناها مواهب معناها في هذوما معناها عده مواهب تشوف معناها اكتشفناهم اليوم، مواهب في الموسيقى، مواهب في الديفيلي، مواهب في الرسم، مواهب في التمثيل معناها شفت معناها فما معناها دين بيس دو تياتر ميني بيس دو تياتر معناها هذوما معناها انسان معناها كي تحيط بهم وكل شيء تصنع منهم المعجزات معناها فيهم حتى ابطال اليوم حضروا عملوا تيمونياج معناها كيفاش معناها سويت ان اكسيدون وقعدت لهم معناها كيفاش قعدوا معناها في طوال حياتهم معناها كل ما لوحوش المنديل واصلوا في العمل نتاعهم ومكنوا باش الحياه نتاعهم تستمر بالاعانه معناها بالاطباء نتاعنا الكفاء كفاء وبالاحاطه معناها كيف نحيطوا بهم معناها تشوف ما يحسوش ان هما دي ليسي تحيط بهم معناها تنجم تصنع منهم المعجزات اشخاص هذوما. ولهذا معناها لفته كريمه هذه يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم. الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه.